السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع محاضرة جديدة وسلسلة تعلم إكسل 2016. أولا بعتذر بس عن التأخير في المحاضرات، لكن إن شاء الله هنحاول الفترة الجاية نتواصل مع بعض بسرعة عشان نخلص سلسلة تعلم إكسل 2016 ونكمل كمان سلسلة تعلم وورد 2016 ونبدأ إن شاء الله إن شاء الرحمن في سلاسل جديدة. النهاردة إن شاء الله في المحاضرة هنتكلم عن دالة إف. دالة اف جوه برنامج اكسل من الدوال المهمة جدا جدا اللي بتساعدني كتير في الشغل. دالة اف، عشان انا حاولت النهاردة اجمع لكم كل اشكال اف بحيث تبقى محاضرة واحدة بتتكلم عن جميع اشكال اف المحتملة. اول نوع من انواع اف، اول شكل من اشكال اف، هي اف البسيطة، ثم اف النستد، ثم او المتداخلة، ثم اف الكومبلكس او المركبة. يبقى احنا هنتكلم في ثلاث انواع او ثلاث اشكال من اشكال دالة اف معنا. أول واحدة فيهم اللي هي إف البسيطة، هذه الدالة تستخدم في حالة وجود شرط واحد. يعني لو عندي شرط واحد بس، هذا الشرط له إجابة عند التحقق وإجابة عند عدم التحقق، فأنا بستخدم دالة إف. دالة إف البسيطة بتطلب مني أول حاجة الشرط بتاعها اللي بنسميه بالإنجليزي اللوجيكال تيست، ثم بفصل بفصلة واديله القيمة عند التحقق اللي بنسميها value if true، ثم بنفصل بفصلة ونديله القيمة عند عدم التحقق أو value if false. يعني مثلا لو أنا عندي مثال، ده كشف درجات طلاب، النمبر هو رقم الطالب، ثم اسمه، ثم درجته في الامتحان، ثم أنا عايز أجيب النتيجة. أنا عايز أجيب النتيجة، عايز أقول لو الطالب ده حقق درجة أكبر من أو تساوي 50 لدرجة النص يعني هيبقى باص يعني ناجح، واذا لم يحققها هيكون فيل. يبقى انا عندي شرط ان هو الاكبر من او يساوي 50 هيكون ايه؟ باص. طيب هعملها ازاي؟ هقف في الخليه اللي بكتب فيها الداله، ودايما بنصح وانا بستخدم دوال اف بعمل حاجه اسمها راب تيكتس، عشان الداله ساعات بتكبر شويه عن حجم الخليه، فراب تيكتس دي بتساعدني ان الكلام ما يمتدش للخليه المجاوره، بينزل في نفس العمود فاقدر اتعامل مع الخليه ببساطه. طيب انا وقفت وقلت له راب تيكتس، وهبدا اكتب شكل الداله. هنبدا بيساوي، الداله اسمها داله اف اي اف، ونفتح شيفت مع التسع قوس، والشرط هنا اللوجيكال تيست، الشرط هنا على الدرجه، فبشاور على الدرجه بتاعتي واقول له اذا كانت الدرجه دي اكبر من او تساوي 50، زي ما احنا قلنا اذا كانت الدرجه اكبر من او تساوي 50، اذا عندي هنا بحط يا اما فاصله يا اما فاصله منقوطه، والفيصل هو شكل الدالة اللي بيجيبها لي معايا. الشكل اللي معايا ده هو بعد اللوجيكال تيست حاطط لي فاصلة عادية، وانا هحط له هي من حرف الواو فاصلة عادية. اقول له ايه بقى؟ اذا تحقق هذا الشرط اذا خلي الطالب باص. بس خلي بالك لو الشرط كان او نتيجة الشرط نص، يجب ان يوضع بين علامتي تنصيص اللي هي الدبل كوتيشن اللي بتيجي شيفت مع الطا، واكتب كلمة باص، واقفل شيفت مع الطا تاني دبل كوتيشن، واحط له فاصله تانيه واديله نتيجه عدم تحقق الشرط اللي هي بين دبل كوتيشن كلمه فيل، واقفل الدبل كوتيشن واقفل القوس. يبقى نقراها مع بعض كده قبل ما ندوس انتر. بقول له ايكوال اف، اذا كانت الدرجه دي 5 اللي هي الدرجه اكبر من او تساوي 50، اذا هذا الطالب باص او ناجح، والا الفاصله التانيه بين علامتي تنصيص برضو هذا الطالب فيل او طالب راسب. بدوس انتر تظهر النتيجة، بقف عليها واسحبها، بسحبها لما الزائد هنا تظهر الى باقي الخلايا عشان يحقق لي النتيجة لباقي الخلايا. شوف معايا كده كل الطلبة اللي فوق الخمسين باص، عندي الطالب دوت جايب 40 وكان نتيجته فيل، والطالب ده جايب 20 كان نتيجته برضو فيل. يبقى امتى استخدم ايه البسيطة؟ اذا كان هناك شرط واحد له نتيجة عند التحقق ونتيجة عند عدم التحقق. طيب افرض الموضوع زاد مني شوية، بمعنى ان انا مش عايز بس مجرد باس وفيل، انا عايز تقديرات. يعني عايز اقولك لو الطالب فوق او اكبر من او يساوي 85% هيكون اكسلنت، واذا كان فوق ال 75 يبقى فيري جود، واذا كان فوق ال 65 يبقى جود، واذا فوق ال 50 او يساوي ال 50 يبقى باس، عدا ذلك هيكون فيل. يبقى انا كده عايز احقق حاجة اسمها تقدير. يبقى ده مش شرط واحد، ده اكتر من شرط بس كلهم على حاله واحده. يبقى اف الثانيه اللي اسمها نيستد اف او اف المتداخله تستخدم في حاله وجود اكتر من شرط بس على نفس الحاله، على عكس الاولانيه كان شرط واحد على حاله واحده.
هنا الحالة التانية نيستد إف هي أكتر من شرط بس على حالة واحدة. هكتبها إزاي؟ هقول له كده بكل بساطة، أنا هبدأ إيكوال إف وأدي لك تيست 1 هو الشرط الأول ثم إجابة الشرط الأول، ثم هبدأ فصلة تانية، فصلة أو فصلة منقوطة حسب الجهاز بيفصل بإيه، وابدا اف تانية وافتح قوس وادي له الشرط التاني وتحقق الشرط التاني وهكذا، فاصلة لو في شرط تالت يبقى الشرط التالت وتحقق الشرط التالت، وابدا امشي معاها لغاية ما اوصل لعدم تحقق اي شرط اللي بنسميها فولس، واقفل اقواس تساوي عدد الاقواس المفتوحة. يبقى انا بفتح الاقواس في الاول ما بقفلهاش الا فين؟ الا في الاخر. طب بتتكتب ازاي؟ الاول اتاكد ان انا عامل راب تيكتس عشان الكلام ما يخش على الخلية اللي بعديها، وابدا اكتب الداله. بقول له طبعا في بعض الاحيان بحب مثلا ممكن اوسع كده شويه وبعدين ابقى ضيق الايه العمود الثاني. هقف اقول له بيساوي اف وافتح قوس اف مين اف الدرجه دي اكبر من او تساوي كام 85، اذا فاصله او فاصله منقطه حسب الحاله اللي موجوده معايا بين علامتي تنصيص يبقى الطالب ده اكسلنت. طيب اذا ما كانش فاصله ونبدا اف كمان ونفتح قوس اف التانية. لاحظ هنا الوان الاقواس، القوس الاول لونه اسود وما قفلتوش لسه، والقوس التاني لونه احمر وفتحته وهبدا اكتب نفس الشرط ان الدرجه اكبر من او تساوي 75، اذا يبقى الطالب ده فيري جود. واقفل الاقواس. طيب اذا ما كانش فاصله وابدا اف ثالثه وافتح القوس التالت، لاحظ القوس التالت لونه موف، الالوان بتتغير، الالوان دي مهمه جدا عشان تتاكد ان انت ماشي صح. اف الدرجه دي اكبر من او تساوي 65، يبقى اذا بين علامتي التنصيص الطالب ده يبقى جود بس، واقفل علامات التنصيص وفاصله تانية وابدا اف رابعه وافتح القوس الرابع، لاحظ لونه اخضر، اف الدرجه اكبر من او تساوي 50، اذا هذا الطالب بين علامتي التنصيص يبقى باس، باس يعني ناجح، والا خلاص ما عادش عندي غير حاله الفيل، يبقى الطالب ده ايه؟ راسب او فيل، واقفل الدبل كوتيشن. طيب انا دلوقتي خلصت وفتحت اربع اقواس، لاحظ كده اخر قوس كنت فاتحه كان اخضر، هقفل شيفت مع الزيرو، لاحظ القوس اللي اتقفل لونه ايه؟ اخضر الاخير، ثم شيفت مع الزيرو، القبل الاخير كان موف، ثم شيفت مع الزيرو الاحمر، ثم اخر قوس هيتقفل هو اول قوس اتفتح معاك. شايف شكل الداله؟ بقول له اف الدرجه اكبر من او تساوي 85 اذا يكون اكسلنت، اف الدرجه اكبر من او تساوي 75 اذا يكون فيري جود، اف اكبر من تساوي 65 يبقى جود، اف اكبر من تساوي 50 تبقى باس والا يكون فيل. هدوس انتر، اول واحد اكسلنت، هبدا اسحب على بقيه الطلاب وصغر العمود شوية، تحققت التقديرات بشكل بسيط. تمام؟ طيب طبعا أنا الملف ده إن شاء الله هنحاول نسيبه أسفل الفيديو عشان الناس تحاول تستخدمه وتتدرب عليه بصيغة الإكسل ويكون فيه فايدة إن شاء الله. طيب حالة إف التالتة هي إف بنسميها المركبة أو الكومبلكس إف. الكومبلكس إف هنا بيكون عندي أكتر من شرط على أكتر من حالة، وغيرنا المثال، افترضت إن عندي مسلسل وأسماء موظفين وعندي مرتبات ووظائف ثم عايز احسب العلاوة او البونص. بقول لك انا عندي اكتر من شرط، بقول لك اذا كان المرتب اكبر من 3000 جنيه بس في نفس الوقت الوظيفة محاسب هياخد علاوة 10%، واذا كان المرتب اكبر من 2500 او الوظيفة مهندس هياخد 15%، عدا ذلك اللي هي الفولس هياخد 5%. هنا اصبح في عندي اكتر من شرط بس على اكتر من حالة، على عكس دي اللي فاتت النيستد كانت اكتر من شرط على نفس الحالة، هنا اكتر من شرط، في شرط على المرتب وشرط على الوظيفة. قال لك في الحالة دي اف هتستخدم دالتين مساعدين، دالة اسمها اند ودالة اسمها اور. اند هي دالة الوا، يعني لو انا عايز الشرطين يتحققوا في نفس الوقت هستخدم اند مع اف، زي الحالة دي المرتب اكبر من 3000 اند الوظيفة محاسب اكاونتنت. لكن لو قلت لك المرتب اكبر من 2500 او الوظيفه مهندس هستخدم مع اف مين؟ اور. طب هنكتبها ازاي؟ هنقف نتاكد ان احنا عاملين راب تيكتس، ممكن نوسع العمود شويه ونبدا نقول ايكوال اف ونفتح القوس اف اف مين؟ المرتب، بس انا عندي المرتب مع شرط متلاصق للوظيفه، فبعد اف احط اند الاول وافتح القوس بتاع اند. لاحظ
قوس اف لونه اسود، قوس اند لونه احمر. الشرط على مين؟ على المرتب ماله اكبر من 3000. في نفس الوقت في شرط على الوظيفه انها بتساوي محاسب. اذا خلصت اند الشرطين، اقفل بقى قوس اند. يبقى هنا قوس اند يتقفل بعد الشروط، على عكس اف بيتقفل في الاخر. اذا يحصل ايه؟ اذا خد المرتب ده اضربه في 10%. طب اذا ما كانش فاصله وابدا اف تانيه وافتح قوس اف التانيه. طب اف التانيه اكبر من 2500 او الوظيفه مهندس، يبقى في اور، وافتح قوس الاور واحط الشرط ان المرتب اكبر من 2500، بس في شرط تاني ان الوظيفه بتساوي مهندس. خلصت الشروط، اقفل قوس اور واحط الفاصله واقول له يحصل ايه بقى؟ خد المرتب اضربه في كام؟ في 15%. انا حاطط الحالات تحتها عشان ايه؟ ترجعها معايا، مش كده؟ طب اذا ما كانش، اذا ما كانش هياخد المرتب اخر حاجه بقى الفولس يضربه في كام؟ في 5%. طب انا عملت كام اف؟ 2، ادي اف وادي اف، هقفل قوسين. يبقى هنا نقراها تاني، اف فتحت قوس اف الاولاني واديته اند عشان اول شرط كان متلاصق مع بعضه، وظيفه مع مرتب. قلت له اف اند وفتحت قوس الاند، حطيت الشرطين وقفلت قوس الاند، اهو لونه احمر اهو، فتح وقفل وفصله واديته النتيجه انه هياخد كام؟ 10%. طيب اذا ما كانش حطيت فصله وبدات اف ثانيه، بس اف الثانيه معاها او، فقلت له اف لو المرتب اكبر من 2500 او الوظيفه مهندس، اذا قفلت الاول الاقواس اهي الموف دي اقواس الاور، وبعدين قلت له اذا خد 15% من المرتب، واذا ما كانش خالص خد 5%. طب اقواس اف اللي اتفتحت كانوا 2، يتقفلوا فين؟ في النهايه، كان واحد احمر اللي هو الاخير تاني، وكان الاولاني اسود بنفس اللون. انتر وابدا اخد العلاوه واسحبها على الباقي، يبدا يحسب لي العلاوه وفقا راتب لكل واحد. طبعا الدوال دي دوال مهمة جدا في الشغل، محتاجة تدريب كتير. بكل بساطة احنا قلنا عندنا اف كام نوع؟ 3 انواع، اف البسيطة او اف اللي فيها شرط واحد على حالة واحدة، شرط واحد على حالة واحدة يبقى اف البسيطة، اف المتداخلة او النيستد اكتر من شرط على نفس الحالة، ثم اف المركبة اكتر من شرط على اكتر من حالة. اتمنى يكون الدرس كان واضح. ان شاء الله هنسيب رابط لملف الاكسل بتاع التدريب ده اسفل الفيديو للتدريب، واتمنى الناس تتدرب عليه. ولو في اي ملاحظة او سؤال ممكن تبعتولي. بس في حاجة اخيرة عايز اقولها عشان الناس اللي هيقولوا انت ليه ما عملش التمرين باللغة العربية. هو انا بحاول يعني انوع في التمارين، يعني في تمارين بعملها باللغه العربيه وتمارين بعملها باللغه الانجليزيه، لان يعني في بعض الناس برضو بيبعتوا لي بيقولوا طب احنا شغلنا بيعتمد الداتا بتخش باللغه الانجليزيه. طيب مره هنعمل كده ومره هنعمل كده، في الاخر بس افهم الداله او افهم الدرس، وسواء هتطبقه بالعربي او بالانجليزي كداتا مدخله مش هتفرق، لكن خلي بالك في الاخر الداله لازم تكون فاهمها، لان لو كتب عربي او انجليزي تكون فاهم الداله بتدخل ازاي. تمام؟ إن شاء الله على لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.